طب اقفلها يا نادي، انا هتصرف. بغض النظر عن السبب اللي خلاها تكلمك عشان ده مش وقته، بس شفت كل اللي قلته لك بيحصل. لازم تتحرك يا يحيى قبل ما كل حاجه تضيع منك. مش غريب علشان انها تعمل كده، طول عمرها بتكرهني انا وامي. انا اللي مستغرب وحسن ازاي وافق. انت فاكر ان هو اللي هيسوق؟ جيهان اختارت اضعف واحد فيكوا عشان تركب هي الكرسي، وبكره تملى دماغه وتخليه يطردك زي ما طردت مامتك. دي فرصتك الوحيده زي ما نادي قالت لك، ومفيش حد احق منك انه يبقى كبير العطارين. انت الكبير يا يحيى. لا تبقى ابني ولا اعرفك لو الكرسي ده ضاع منك يا يحيى. عمرهم ما كانوا اهلنا، ولا هيخلونا في يوم من الايام نبقى منهم. هيفضلوا شايفيننا خدامينهم يا يحيى. الكرسي ده مفيش حد احق بيه منك يا ابن بطني. الله يرحم الجميع. الأمانة وصلت يا باشا. هايل يا فتحي، مستني منك رسالة بالميعاد اللي اتفقنا عليه. نوح ده اسمه؟ هما رقمه؟ مع إن الوش الخشب ده مش لايق عليك خالص، بس ما عنديش مشكلة أشوف نوح ده يطلع إيه. يطلع حاجة كبيرة أوي، وماشة تانية من الرجالة الكبار، واحد من الناس اللي هتقابلهم مرة واحدة في حياتك، والمرة دي يا تكسب رضا يا تخسر نفسك. أنا هكسب من ورا نوح ده إيه؟ يا بني آدم افهم، نوح ده يبقى البوابة لكل الشغل التحتاني في البلد. من الآخر كده، معرفة نوح لوحدها تنططك سلالم كتير قوي في سلمة واحدة، بس المهمة تبقى تحت طوبة. هو ايه اللي بيحصل يا ماما؟ عايزين يخلصوا مننا. هما مين دول؟ كل الناس، القريب قبل الغريب. عشان كده ما قررت ان احنا نسافر لغايه الدنيا ما تهدى، ولاخواتك يحضروا باسبوراتهم. احنا مش هنهرب. لا هنهرب، عشان ما عنديش اي استعداد اني اخسر حد فيكوا تاني. انا هخلي المحامي يحجز لنا التذاكر. يلا بسرعه اتحرك. نوح بس تحت امرك يا نوح. الكلمتين اللي هقولهم لك دول مش تحت العرض والطلب، يعني هتسمعهم وتمشي. الكباريه بتاعك بالنسبه لي عباره عن ميتنج روم كبير بيحصل فيه اتفاقات كتير. من الاخر انا عايز نتيجه الاتفاقات دي كلها تبقى عندي، واللي ليك عندي حماية المكان وبس. كلك واجب يا نوح، بس ما تأخذنيش. يعني هو ايه اللي خلاك تسيب فتحي؟ هو مش كان الراجل بتاعك يعني؟ انا ماليش رجاله يا ابني، وبعدين زي ما قلتلك الكلام اللي هقوله لك ده مش تحت العرض والطلب، يعني هتسمعه وهتمشي، ولك مطلق الحرية انك تعمل اللي انت عايزه. بس أنا كمان هيكون لي مطلق الحرية إن أعمل اللي أنا عايزه. وأنا تحت أمرك يا باشا، بس والنبي ما تزعل. رضوان طول عمره جاهز. النهاردة الليلة الكبيرة.
شفت يا ابو الولاد؟ حسن اللي اتحرم طول عمره من القصر وانت عايش بيجي فيه دلوقتي وانت مش موجود، عاوزينه يبقى كبير. مش عارف ازعل منك ولا ازعل على نفسي، مش عارف اذا كان صح اصلا وجودي هنا ولا غلط. يابا ولادك كلهم في خطر، عاوزين نحميهم، احميهم، ومش عشانك ولا عشان ابقى كبير، عشان هما مالهمش ذنب. مفيش حد فينا اصلا ليه ذنب. استغرب ليه يا حسن؟ ده انا اللي المفروض استغرب انك هنا. انا جاي الحلاله اللي بتوع يحيى. غريبه. لا انا كمان جيت عشان الحق العيله اللي بتوع. خلاص نلحقها سوا. بس الكرسي ده ابو علي ما بيشيلش غير واحد بس. هتقتل اخوك يحيى؟ ما هي الحكايه كده يا ابو علي. اللي اتظلم في حياته بيتظلم في مماته برضه. وانا وانت اتظلمنا كتير. بس انا ما عنديش استعداد اموت النهارده. وليه حد يموت؟ عشان حد يعيش. اللي بيتظلم ما بيظلمش. بلاش تظلم نفسك وتظلمنا كلنا معاك. ما تشيلنيش انا حمل السنين اللي فاتت. واشيله انا ليه؟ واشيله انا كمان ليه؟ عشان في حد لازم يشيل يا ابو علي. أنا مش جاي أعمل زي ما عبد الله عمل ولا أخد حقي بالدم، بس في نفس الوقت مش هسيبه عشان ما يضيعش مننا.